ما معنى ما ورد في الحديث الأنبياء إخوة علات وأمهاتهم شتى؟ أو كما قال يعني الإخوة للعلات هم الأخوة من الأب، وأمهاتهم يعني أب له زوجات عدة، كل واحد لها ابن، مش يصيرون ذولا إخوة من الأب، وأمهاتهم متعددة مثل الأنبياء، دينهم واحد وهو التوحيد، وشرائعهم متعددة. نعم، شرائعهم متعددة. نعم. فضيلة الشيخ، قل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، نعم، إلى أن جاءت شريعة الإسلام التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، فصارت هي الشريعة الوحيدة للعالم، للجن والإنس، إلى أن تقوم الساعة. نعم.